أهلا وسهلا. تميل على اللون الأزرق أو البيج، لون البحر، لون الرمل. وطبعا بالشتاء نستخدم الألوان الأغمق اللي هي اللون الأحمر الغامق أو الخمري، أو حتى الفرنش بالنسبة للفرنش أو الأظافر الكلاسيك. طبعا بعدين ينحط الأظفر تحت إضاءة خاصة حتى تجمد مادة الجل وتكون الأظفر. هذه هي الإضاءة المستخدمة. لصقها وسط لاصق خاص للأظافر، وهي الطريقة تبقى الأظافر مدة ولكن أقل من الجل إذا تم المحافظة عليها. بعد ما تحط الأظفر ممكن تقصر من طوله، ممكن تخليه على حالة، وبعدين تختار الزبونة اللون اللي يعجبها. الطريقة الثالثة هي جلش، اللي هي مثل صبغ الأظافر ولكن ميزته يبقى أسبوعين. ينحط بطريقة صبغ الأظافر العادي وميزته أنه يبقى أسبوعين.
وطبعا لما يعني احنا راويناكم عدة طرق على ايد واحدة، ولكن هو استخدام طريقة واحدة للعشر اصابع بالتأكيد. هذه هي صبغة الجلش، وايضا يتم وضع الاصبع تحت الاضاءة لمدة 10 ثواني. هذه الأظافر فيها ديزاين خاص بالنسبة للعروس، طبعا ممكن يكون كل إصبع ديزاينه شكل، أو ممكن تكون كلها ديزاين واحد، ممكن تكون أظافر ما بيها ديزاين وأظافر بيها. عادة الناس تسوي الإصبع اللي بيه الحلقة والإبهام يكون بيها ديزاين، والباقي بيها فرنش عادي حسب الرغبة طبعا. مهارة العاملة مهمة جدا طبعا من ناحية فن الرسم على الأظافر، لأن مثل ما تشوفون المساحة صغيرة ويحتاج لدقة وفرش معينة وخاصة وتكون صغيرة، وحتى الألوان المستخدمة لازم يكون قوامها خفيف، ما تكون ثخينة حتى لا تخربط شغلها.